تغيرات الحياة ديالي كلها. براتسي مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في منطقة الوفاق في الضل البيضاء، فاجعة كتألم بشكل كبير، القضاء والقدر ما عندنا عليه هروب. اليوم منزل كيتصاب بحريق في عائلة صغيرة، زوج وزوجة وعندهم ثلاثة الوليدات. مشاهدينا الكرام، الزوج عبد اللطيف حوالي 52 سنة، كيبيع ويشري، مؤخرا عاطل عن العمل بسبب المرض، يعاني من مرض السرطان. اليوم في هذا المساء، في لحظة من اللحظات، الأسلاك الكهربائية لها رأي آخر قد تسبب في حريق في المنزل، والعائلة الله اللي عن بيها. تبعوا معايا سي عبد اللطيف، لاباس عليك؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا كان ممكن سي عبد اللطيف عاود لي شنو اللي وقع اليوم. سيدي اليوم سيدي تحرقت لي الدار، أنا كنت بارك في هذاك المكان راهو والدري حدايا هنا، واحد اللحظة كنشوف الدخان، شديت طليت وكبت لي العافية، شديت ولدي عتقته وخرجت برا كندق على الجيران وشريت العافية، والشباب ديال الحي كيجري وجاو البومبية وشي اللي قدر الله سبحانه وتعالى. تعتقد بعد الحمد لله ما تقصت واحد؟ الحمد لله بالقدرة ديال الله سبحانه وتعالى، وانا راه جيران معنا، انا شبه مقعد تقريبا، انا كنمشي برجل واحدة وسبحان الله يعني بنشت العافية جري، يعني ما حقش راسي تلقيت راسي في الباب وجار ولدي. انت عندك سرطان في رجليك ياك؟ سرطان في رجلي هنا المدة هادي دابا، وانت جالس كدير التجارة الحرة دابا جلستي؟ كنت كنبيع ونشري بائع متجول، وكتب عليا الله المرض ديال هنا، مرض سرطان، هادي تقريبا عام وتقريبا ونص تقريبا ونعم انه دات عملية، وكنتظر باش ندير عملية تانية باش يديروا لي واحد البروتيز اللي محيدين لي واحد عظم من هنا. وهفت في هذه المدة هذه نظرا لما عنديش الفلوس، كنتسنى المحسنين وكنجمع فلوس، جمعت 4 مليون وتكتاب عليا المكتاب اليوم، عاود مشات لي عاوتاني تحرقت لي الفليسات، وانا كنتسنى يعني والحمد لله الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. انا جلست من رمضان ديال العام اللي فات، انا رجليا كنت ما كنعيت ما ندير بومادات، مشيت من عند الله الغد الاخر غيصبح العيد، شفت واحد الطبيب الله يجازيه بخير في النار، كشف عليا لقى قال لي عندك سرطان، خاصك تبدر بنفسك دابا وما توقفش عليها، يعني انا وقفت عليها غيولي كسر. ومن هذاك ماشي هذا رمضان اللي داز، رمضان اللي فات، العام اللي فات، من تما وانا واقف على العمل. من هذيك الوقيته اللي سي عبد اللطيف الحياه ديالك تغيرت، لما هو أسوأ المرض كتاب الله القضاء والقدر، الزوجه ديالك مسكينه هي اللي بدات تخدم وهي اللي بدات تغيرات الحياه ديالي كلها. برات ونفسي انا كنبيع نفسي في الزنقه وما كنرضاش اي شخص. انا حاصل على البكالوريا في 91 ودرت ديبلوم تكنيسيان 94، وما جاش الله الخدمه ومشيت كنبيع ويشري، كنبيع ويشري على والدي في الاول، وباقي كان وكنت كنعاين الوالده ديالي اختي، وكنعاود حتى هز 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 داري هز وليداتي بكتاب عليا المكتاب بائع متجول، بائع متجول، انا كنعرف لا شيء، ما لقيت والو، ولكن الحمد لله لقيت الرابط الدولة ديال هذا الراميد وقفت معايا، تتراضي هو تكتار، وقف معايا الطبيب، راضي هو تكتار، روضي فؤاد، سهلوا لي حتى عاودني العملية الأولى والعملية الثانية، ودابا كنتظر حتى هو الحمد لله. عندك ثلاثة د الوليدات؟ ثلاثة الوليدات. شحال الولاد والبنات؟ عندي بنت وحيدة، وجوج وليدات. الكبير شكون؟ هي البنية. شحال عندها من عام؟ 10 سنين. والصغير؟ 6 سنين ونص. الله يحفظهم لك يا رب. احنا معاك.
شوف السي لطيف، شوف شوف، انا غنكون معك واضح، هذا امتحان في الدنيا، اللي عنده اللي عنده الفلوس اش غيدير بهم، واللي عنده الفقر واش غيصبر ليه، وربي كبير ويد الله مع الجماعه. مشاهدينا الكرام، كلام جد مؤثر صراحه. قبل ما ندخل التصوير، معلومات على عبد اللطيف من الجوار، من الناس، من المقربين، ومشكوره كذلك واحد السيده اللي هي متتبعه وكتعرفنا مزيان وبتصبير اتصال، وعطتني معطيات مهمه. عبد اللطيف انسان طيب، السمعه ديالو دار لي عليه، كون أسرة، الزوجة كتجلس في الدار كتقوم بالواجب وهو كيقوم هو بالواجب، يعني شريكة الحياة تقوم بالواجب اللي عليها وفق المستطاع بطبيعة الحال. إلا أن المرض كيغير المسار ديال عبد اللطيف، ما هو أسوأ، وهذا قضاء وقدر. مرض السرطان بدأ عبد اللطيف حوالي سنة ونصف، تغيرت عنده الأمور، وهنا من أصعب الأشياء هو المكتب ديال اليوم اللي تحرق ليه المنزل، كما شفتوا معنا في الصور في الفيديو بطبيعة الحال، اللي كيبين الواقعة ديال الضرر. مشاهدينا الكرام، كنطلب الله عز وجل وجل المغاربة في المغرب وخارج المغرب، لوجه الله عز وجل، كل من ساهم أو ساعد الأخ عبد اللطيف وهذه الأسرة أجره محسوب مع رب العالمين. مشاهدينا الكرام، أنا غادي نوضع رقم الهاتف ديالو، والله عز وجل هو اللي كيخلص الجميع. مشاهدينا الكرام، تبعوا معايا الزوجة ديالو غادي تروي معنا القصة. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.